السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة سريعة جدا عن كيفية الحصول على كاميرا HD صغيرة جدا، كما أن الموقع لديه مصداقية كبيرة جدا. يعني أنا أجيب لكم كل شيء يعني فيه مصداقية يعني ويعني مضمون في 100%. وهنا في الفول نيم تضع اسمك، يعني اسمك وشوبين ادريس، يعني تضع عنوانك والسيتي مدينتك والكونتري دولة وزيب كود البوست كود يعني رقم مدينتك وايميلك والكلوغ عفوا الكلوغ لون الكاميرا التي تريدها. ثم راح يكتب لك صنع من مراجعة لموقعك يعني بعد 24 ساعة، ثم انتظر 30 يوما على الأقل لتصلك الكاميرا. هي بحجم صغير جدا ولكن جودتها HD. إذا كانت هذه حلقتنا اليوم، راح تلقوا رابط الموقع أسفل الفيديو، وإلى اللقاء.